بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقفنا في الدرس الماضي عند قول خليل للترجمة على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبين لما به، معناه أن هؤلاء الناس سألوه مختصرا على مذهب. المذهب في اللغة معناه الطريق، ومن قول الشاعر ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب. ذهبت من الهجران في غير مذهبي معناها في غير مكان ذهابي وفي غير وقت ذهابي ولم يكن حقا كل هذا التجنب. والمذهب في اصطلاح الفقهاء هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأمور الاجتهادية خاصة، معناه ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأمور الاجتهادية، معناه أن الأمور المنصوصة لا يعتبر لا نقول فيها مثلا لأحد. ولذلك القرافي عنده كتاب اسمه كتاب الأحكام للفرق بين الفتاوي، بين أحكام القضاء والفتاوي للحكام، جاء فيه بنوع غريب من يعني ناقش المذهب، فقال إنك إذا أردت بالمذهب ما يقوله مالك من الحق فيلزم عليه أن الواحد نصف الاثنين هو من مذهب مالك، لأن هذا طبعا ليس من مذهب مالك. وإذا قلت إن المذهب ما يقوله مالك من الأمور الشرعية المنصوصة فهذا لا مذهب فيه لأحد، لأنه لا يجوز التقليد فيه، لا يجوز لنا أن نقلد إنسانا في صومنا ولا في حجنا ولا في زكاتنا، لأن هذه أمور أوجبها الله علينا فينبغي لنا أن نعملها. وإذا قلت أن المراد بالمذهب بمذهب مالك مثلا هو ما يذهب إليه مالك في الأمور الفرعية المتعلقة بالفقه وشروطها وموانعها وأسبابها والحجج المثبتة لها، نعم نقول هذا يمكن أن يكون هو المذهب. ومالك هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن الحارث بن غيمان بن حزين بن أبي عمرو بن الحارث، هو ذو أصبح، وجده أبو عامر شهيد المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه، فهو مولى مالك لا شك أنه مولى لأن ذو أصبح مولى، لكنه مولى حلف لا مولى عتق. هناك فرق بين المولى الحلف ومولى العتق، معناه هناك بعض الناس يحارب قبيلة فيكون مولا لها بمعنى يواليها حلفا، وقبيلة مالك كانت توالي بني تيم، وهذا شيء معروف. وما ذهب إليه ابن إسحاق في تاريخه وكتابه كتاب السير من أن مالك بن أنس قال إنه مولى إنه مولى عتق أنه أصله عبد، هذا ليس صحيح، فإن كان هذا لا ينقص منه إذا. ومالك أثنى عليه علماؤه كثيرا من الثناء، العلماء أحمد بن حنبل كان يقول إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدئ، والشافعي كان يقول إذا جاءك الأثر من مالك فشد عليه يديك، وقرأ على 900 من العلماء، 300 منها من التابعين والباقي من تابع التابعين ممن اختارهم مالك واقتضى دينهم وخلقهم. والشافعي رحمة الله عليه يقول مالك معلمي وعنه أخذنا العلم وهو حجتي عند الله، هكذا كان يقول الشافعي. وأثنى عليه ابن شهاب الزهري، وأثنى عليه العلماء كثيرا، وقد قال ابن شهاب الزهري يقول إن هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا فلا يجدون عالما كعالم المدينة، كان يقول هو مالك رحمة الله عليه، كان يقول المراد بعالم المدينة هو مالك رحمة الله عليه. ومالك رحمة الله عليه كان يقول والله ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط. ولذلك قال أحمد بن حنبل وهذه لم تعرف لغير مالك،
ولذلك لما سألوه عن الرقص ما حكم الرقص قال لهم والله لا أعرفه. قال له رجل نريك الرقص، فرقص له رجل قال لهم أبي في شنو. فهذا يدل مالك عرف بالورع، وكان لا يركب في المدينة تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سأله الرجل عن الحديث في الشارع ضربه 10 أسواط، وكان إذا أراد أن يحدث بالحديث توضأ واغتسل ولبس لباسا شديدا وتطيبا وجلس، وكان إذا رفع الإنسان صوته يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يريد الحديث، لأن من رفع صوته فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفع صوته فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا المذهب نشأ في المدينة المنورة مذهب مالك، واستقر في بلاد المغرب، وهي هذه البلاد كلها التي نحن فيها وما في شملها كبلاد الجزائر وتونس وبلاد موريتانيا وبلاد المغرب وبلاد إفريقية كلها كانت أخذت مذهب مالك واستقر فيها. ويقال إن هذه النسبة التي هي النسبة إلى مذهب مالك إنها نسبة تشريف، لأن المالكية لم يكثر فيهم الاعتزال أبدا خلال المذاهب الأخرى كثر فيها الاعتزال، والمالكية لم يعتز منهم إلا الحفيد بن رشد أحده، قيل إنه اعتزل فقط وغيره من المالكية لم ينسب إلى الاعتزال. إذن فهو هنا قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن سألوه مختصرا كثير المعاني قليل الألفاظ، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، معناه مبينا معناه مظهرا وموضحا لما به الفتوى وما به تكون الفتوى هو المتفق عليه عند المالكية، المتفق عليه معناه المتفق عليه في المذهب مفهوم، فالمجمع عليه إذا قيل المراد به الإجماع في كل المذاهب، وإذا قيل المتفق عليه معناه المتفق عليه في المذهب، فإذا عدم المتفق عليه يفتى بالراجح، فإذا لم يوجد الراجح فيفتى بالمشهور، فإذا لم يوجد المشهور فيفتى بالتساوي، معناه يفتى بالقول الذي يكون متساويا بمعنى ليس إذا عدم الترجيح. يقول النابغة الغلاوي وما به الفتوى تكون المتفق عليه فالراجح سوقه نفق، فبعده المشهور فبعده المشهور فبعده المشهور فما به الفتوى تكون المتفق عليه فالراجح سوقه نفق، فبعده المشهور هم فبعده المشهور فالمساوي إن عدم الترجيح للتساوي، معناه فبعده المشهور فالتساوي معناها في القول القولان الذي يستوي ليس راجحا وليس مشهورا إن عدم الترجيح، وأما إذا كان هناك مرجحا فلا يجوز، فلا يجوز إلا أن نرجح ونفتي بذلك الراجح، والضعيف لا يجوز الإفتاء به، وكذلك لا يجوز التسارع إلى الفتوى، وكذلك لا يجوز إفتاء شخص ترى منه أنه يريد بالفتوى التوصل إلى أمر غير شرعي. ولذلك يقول صاحب محمد مولود صاحب الكفاءة يقول الإفتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوي منعوا، ومنعوا إفتاء مستفت تراه يغتزي به توصلا لغير جائز، معناه تراه تفهم منه أنه يريد أن يتوصل بفتواه إلى ما لا فائدة فيه إلى أمر غير شرعي. والفتوى تعريفها عند الفقهاء هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. بخلاف القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، أما الفتوى فتكون على غير الإلزام، هو أن نخبره بالحكم الشرعي ولا نلزم به من نخبره به، ولذلك القاضي لا يجوز له الإفتاء، القاضي الآن يحرم عليه الإفتاء
لأن أحكامه ملزمة والفتوى غير ملزمة. نعم. الآن أصبح المفتي قاضيا في هذا الزمن، يعني الناس أصبحوا يرجعون إلى المفتي ويستفتونه في الأحكام ويأخذون حكمه على وجه اللسان، لكن الأصل أن المفتي حكمه غير ملزم وأن القاضي لا يجوز له الإفتاء لأن حكمه لا جهة اللسان. ثم قال فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، معناها أجبت سؤال هؤلاء الذين سألوهم أن يؤلف هذا التاليف بعد الاستخارة، والاستخارة معناها طلب الخير. والاستخارة معروفة، وقد أشكل على بعضهم كونه يستخير مع أن هذا العمل أشك أنه عمل خير، والعمل الخيري لا ينبغي الإنسان أن يستخير فيه، لكن يجاب عن ذلك لأنه ربما كان عنده أمران، أمر جهاد وأمر تأليف، فربما استخار الله تعالى بين هذين الأمرين أيهما يقدم، هل يقدم الجهاد مثلا أو الحجة أو يقدم التأليف. وأما التأليف من نفسه فاستخارته عليه. مشيرا بفيها المدونة، معناه يشير بفيها وما في معناها من كل ضمير مؤنث، كل ضمير مؤنث يشير به إلى المدونة سواء كان فيها وغيرها من ما في معنى فيها، كتؤولت، إذا قالت تؤولت يريد المدونة لأن هذا ضمير هنا مؤنث ليس فيها، ليس لها. لكن ما هي المدونة؟ المدونة هي إحدى أمهات المذهب الأربعة، المذهب الصحيح أن له أمهات أربعة. المدونة، المدونة إذا أطلقت المراد بها مدونة السحنون، ويقال سحنون وسحنون بضم السين وفتحها، واسمها عبد السلام. وهذه المدونة أصلها أسئلة ورد بها أسد بن الفرات على مالك من العراق، فوجد مالكا قد توفي فسأل أشهر، فصار يقول كثيرا ما يقول أخطأ مالك، فنفر منه ولم يستطع كتابته أجوبة من عنده لأنه كثيرا ما يخطئ مالك. ثم ذكر له ابن القاسم في مصر فرحل إليه وأتاه فقال له إنه يريد أن يكتب عنه ما سمع من مالك من الأقوال، فكتب من عنده. فكان ابن القاسم كل ما سمع فيه شيء عن مالك يقول سمعت مالكا يقول، وكل ما لم يسمع فيه شيء عن مالك قال فيه اجتهاده. فكتبها أسد الفرات وذهب بها راجعا إلى العراقي، فبات عند السحنون في الطريق، فأخبره بأنه عرض هذه المدونة على ابن القاسم وأنه من شأنها كذا وكذا، فطلب من السحنون أن يكتبها وينسخها، فسرقها وجمع عليها تلامذته وكتبها في ليلة واحدة ورجع بها إليه، وهذا نوع من السرقة شائس. ولا ينبغي أن نسميه سرقة. فكتبها في تلك الليلة ورجع بها إلى ابن القاسم لأنه رأى فيها مسائل غير صحيحة، فعرضها على ابن القاسم فرجع له عن مسائلها، عن جل مسائلها، وكتب من عنده مدونة وقال له اذهب إلى أسد الفرات وقل له إنه يعرض كتابه على كتابك. فذهب إليه السحنون فأنف من ذلك وقال كيف أكون أول من كتب على ابن القاسم ما أصحح على كتابك أنت؟ قال هكذا أمرني ابن القاسم أن أفعل. فرجع السحنون إلى ابن القاسم وأخبره، فدعا الله تعالى أن يتلفها، يتلف مدونة أسد بن الفرات، فدعيت بالمختلطة، ضاعت وصارت تدعى في ذلك الزمن مختلطة، فصارت المدونة مدونة السحنون. وهذه من أمهات المذهب التي يعتمد عليها فيها تقريبا، على كل حال فيها 30,000 مسألة أو 36,000 مسألة، ولذلك مسائل مدونة كثيرة، المدونة تأخذ منها مثلا مسألة ويكتب لك فيها يقول لك سئل مالك عن كذا وكذا وكذا. لكن هذه المدونة جمعت بعد السحنون،
وجمعت في صحف متفرقة وجدت في صحف غير منظمة. ولذلك من قرأها منكم الآن يتعجب، يجد قارئ في رسم شاتم، وترى تجد قارئ في رسم ناقة، مرة رسم سفينة. هذا الذي جمع المدونة كما قال ابن مسلم في بداية المجتهد أنه لما أراد أن يجمعها فإذا هي غير مبوبة، مفهوم؟ فصار كل سطر مبدوء بكلمة يجعلها بابا لذلك لتلك المسائل الصفحة التي تليه. لذلك يكون الباب لا علاقة له بالموضوع. قال في رسم شات من سماع ابن القاسم وسألني رجل عن الصلاة فأجبته كذا وكذا، مفهوم؟ إذن هذه إذا وجدتموها لا يكون فيها إشكال عليكم، يعني لا علاقة لها بالموضوع. هو فصار كل آخر كلمة من الصفحة يعنون بها الصفحة التي تليها، سواء لها بها علاقة أم لا، يجعلها بابا لها. لذلك وهذه كما ذكرنا هي من أمهات المذهب، والأخرى هي الواضحة لابن حبيب، والمواز هي لمحمد بن المواز، المواز هي لمحمد بن المواز، والمواز هي بعض الفقهاء فضلها على المدونة، لأن المدونة إنما جمعت أقوال الفقهاء، وأما المواز هي فقعدت قواعد الفقه المالكي وأسست قواعده، فكانت أفضل عند بعضهم من المدونة. محمد الموازي، موازي والواضحة و العتبية هي الرابعة لمحمد بن العتبة. إذن هذه الأربع تسمى أمهات المذهب. هناك من يضيف المجموعة والمختلطة يجعلها سبعا، لكن المختلطة حقيقة هي نفس المدونة، لأنها كانت مدونة دعية عليها فقط. وهناك مجموعة لمحمد بن عبدوس، بن عبدوس، وهناك أيضا للقاضي إسماعيل، أيضا له أيضا مدونة تنسب إلى أنها من أمهات المذهب، لكن الحقيقة أن الذي اشتهر هو هذه الأربع، المدونة والواضحة والعتبية والموازي فقط. هذه يقال لها أمهات المذهب المالكي، لأنها جمع فيها ما فقه المالكية. نعم. إذن هو يشير هنا إلى اصطلاحاته، فقال مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها. معناه يشير بمادة التاويل، سواء قال أول أو تاويلان أو تاويلات، لاختلاف شارحها أي المسألة ليست المدونة، لأن هناك من شرح بعض مسائل المدونة ولم يشرح المدونة جميعا، إلى اختلاف شارحها في فهمها، معناه في محمل كلام المدونة، وإنما ليست بمعنى أقوال حتى تحسب، لكن بعضهم يختلف في محمل كلام المدونة. مثلا على سبيل المثال في باب الكفارة، مثلا جاءت المدونة تكلمت المدونة على الإمساك، ما هو محمل هذا المعنى؟ هل المراد بالإمساك هو الإمساك مع النية أو الإمساك بدون نية؟ يعني يختلفون في محمل هذه الكلمة، ما هو محملها؟ مفهوم؟ هذا إذا وقع يشير له بتأولت أو تاويلان أو بأولة أو مادة التاويل كلها. لكن تارة إذا كان تاويلان أحدهما أقوى من الآخر يذكر ذلك القوية، إما يعطف عليه بقوله وتأولت أيضا بخلاف ذلك. مثلا نفترض أن هناك مسألة فيها وجهان، إذا كان أحدهما أقوى يذكره أولا، إما يقول وتؤولت على خلافه، معناه تؤولت يعني يذكر القول الآخر المرجوح، إذا كان المحمل الآخر مرجوح. أما تاويلان أو تاويلات أو أولا لا يقولها إلا إذا كان المحمل مستويا، أي محمل فهم العلماء لكلام المدونة وما يحملونها عليه ليس فيه ترجيحا، يقول أولا أو تاويلان أو تؤولت. وتارة إذا كان المحملان أحدهما أقوى من الآخر يذكر ذلك القوية ثم يعطف عليه بقوله وتؤولت يضم بخلافه. وهذا ستجدونه إن شاء الله كثيرا إذا تابعتم قراءة المختصر. وبالاختيار للخمي، معناه أنه اعتمد أربعة فحول من فحول المذهب، وهما اللخمي
أبو الحسن اللخمي، وهو عرف بأنه يقال إنه مزق مذهب مالكي لكثرة أقواله فيه، ولذلك يقول أحدهم: لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. ولكن الصحيح هو أن اللخمي لم يمزق مذهب مالكي، بل اللخمي له أشهر كتبه هو التبصرة، وهذا الكتاب حقيقة أصل فيه مذهب مالكي وقعد فيه مذهب مالكي وأوضح فيه مذهب مالكي ولم يمزقه. لكن هذا الكلام إنما رماه به بعض المتعصبين، رماه بأنه مزق مذهب مالكي وهو في الحقيقة لم يمزقه، إنما جمعه، لكن كثرة أقواله في المذهب، وهذا صحيح. اللخمي هو من الصفاقس، وبعضهم يذكر أن قبره هناك، نقبره في الصداق، الله أعلم هذا. جعلوا حتى يعني سرور، يزروه لا هكذا هكذا كذا كانوا أنه دفن في الصداق، من أنه مسجد هناك جامع اللخمي. إذن بالاختيار، إذا قال على المختار معناه عند اللخمي، لكن على المختار من قول سبقه. اللخمي إذا كانت الأقوال سبقته يقول فيها واختار منها قول يعبر عنه بالاسم بالمختار، وإذا كان الاختيار من اللخمي نفسه معناه أحدث الأقوال ثم اختار منها قولا واحدا فهذا يعبر عن المختار، ولم يذكره إلا قليلا، أمه في مرة ومرتين عبر باختار الفعل، أكثر من يقول على المختار. واختار اللخمي، واختار إلحاق رجل الفقير، عبر عمر باختار اللخمي إلحاق رجل الفقير في باب الطهارة، أنها تلحق بالخف، أنها إذا مرت عليها نجاسة يعفى له عنها، لأنه ليس عنده مال يشتري به نعل ولا خف، مفهوم. وقليلا يعبر باختار، لكن الأكثر أن يعبر بالمختار، مفهوم. ولكن هنا قال: لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف السابق، معناها خلاف سبقه. وكذلك يشير بالترجيح ابن يونس، ابن يونس يشير له بمادة الترجيح، وكذلك المعنى أنه إذا قال رجح معناه رجحه ابن يونس من نفسه، وإذا قال على الأرجح معناه أنه رجحه ابن يونس من خلاف السابق. وابن يونس أيضا هو أحد فحول أهل المذهب معروف، وعنده كتاب جامع، وكان يدعى في بداية أمره مصحف، كان يقال له مصحف المذهب، كما قال النابغة في نظمه يقول: وكان يدعى مصحفا لكن نسي، وكان يدعى مصحفا شهر الجامعة لابن يونس، وكان يدعى مصحفا لكن نسي، يعني ضاع، لا أدري أنه يوجد، لا أعلم أنه يوجد. في زرف الأوقاف بعض الأوراق منه، لا، في مطبوع، في مطبوع عجيب، كان أوقاف قطرية طبعته من جديد يعني. الحمد لله، ما كنت أعلم أنه قديم. وبظهور لابن رشد كذلك، كذلك أيضا ابن رشد هذا ليس الحبيب، ابن رشد الأب، هذا جد، نعم جد، أحسن، ابن رشد جد، هو أيضا من فحول المذهب المالكي، ويشير له بالظهور. الظهور معناه إذا قال ظهر معناه ظهره هو من بنفسه، وإذا قال على الأظهر معناه على الأظهر من قول سبقه، معناه هناك أقوال في مسألة سبقت وظهره وأحدها واختاره ويعبر عنه بالظهور. وبالقول للمازري، المازري الصقلي يعبر عنه أيضا، يقال له المازري بفتح الزاي وبكسرها، المازري والمازري، ويعبر عنه بالقول، إذا قال على المقول معناه على المقول الذي قاله المازري من قول سبقه، وإذا قال فقالها هو من نفسه، وإنما عبر عن المازري بالقول لأنه قويت عارضته في المذهب، حتى قيل فيه: إذا قالت حلامي فصدقوها فإن القول ما قالت حلامي،
صار ينشد هذا البيت في المنازل، لأنه إذا قيل قال معناه أنها يعني لا يعتبر إلا قول المنازل لشدة قوته في المنازل. وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. إذا قال خلاف، إذا قال هذه دائما يذكر مسائل ويقول خلاف، وذلك للاختلاف في التشهير، معناه أن هذا القول الأقوال اختلف في تشهيرها، فمنهم من شهر منها قولا ومنهم من شهر عكس ذلك القول، فاختلف في التشهير، أي أن تلاميذ مالك شهروا هذا القول، شهر بعضهم هذا القول، وذلك القول الذي شهر بعضهم شهر بعضهم الآخر مقابله. إذن فيشير ذلك بأنه حصل اختلاف. وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، مفهوم. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة. هو في تارة يقول قولين وتارة يقول أقوالا، فذلك لعدم اطلاعي، اطلاعه هو على أرجحية منصوصة، معناه هذه المسألة لم يطلع فيها على أرجحية، ذلك صادق بأمور لم يطلع فيها أصلا على شيء، مفهوم. ويمكن أن يكون اطلع فيها على أرجحيتان، ويمكن أن يكون اطلع فيها على راجحيتان، على ترجيحان أو على أرجحيتان، أو لم يطلع فيها على شيء، مفهوم. معناه إذا قال قولين أو قال أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع المذكور، المسألة المذكورة، على أرجحية منصوصة. أما إذا اطلع على راجحية فقط أو على أرجحية فقط أو اطلع على اتفاق في المسألة فلا يقول قولين ولا يقول أقوالا، وإنما يقولها إذا لم يطلع على أرجحية منصوصة، وذلك صادق بثلاث صور، إذا لم يطلع على شيء في المسألة أو اطلع بها على راجحيتان أو أرجحيتان، مفهوم. استوعبتم هذا أم لا؟ طيب. ثم قال وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. أعتبر معناها أعتد، والاعتبار في اللغة يأتي بمعنى الاتعاظ ويأتي بمعنى الاعتداد بالشيء. أعتبر الشيء معناها أعتد به، وقال ولا يعتبرون معناه لا يتعظون بالشيء، مفهوم. وأعتبر معناها أعتد من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، إذن هو يعتبر مفهوم الشرط فقط. فهم منه أن ما كان تحت مفهوم الشرط لا يعتبره، لكن ما كان فوقه في القوة ينبغي أن يكون معتبرا عنده. هي المفاهيم جمع مفهوم، والمفهوم ما دل عليه اللغة في غير محل نطق به يسمى مفهوم. المفاهيم تنقسم إلى 12 قسما، هناك مفاهيم مخالفة 10 ومفاهيم موافقة 2. المفاهيم المخالفة من مفهوم الصفة، وهذه تكون متقدمة وتكون متأخرة وتكون مفردة وتكون جملة. إن باع نخلا قد أبدرت فثمرها للبائع، ما مفهوم هذا الكلام؟ معناه أنها إذا لم تؤذر فثمرها المشتري. تحرير رقبة مؤمنة، مفهومه أن تحرير رقبة الكافر لا يجزي. إنا محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، مفهومه أنك إذا سقيت لئام الناس لا تسقين. كذلك أيضا مفهوم مفاهيم مخالفة أيضا مفهوم الشر، تقتل المرأة إن قاتلت، يقتل الذمي إن حارب، مفهوم هذا الكلام أن الذمي إذا لم يحارب لا يقتل، وأن المرأة إذا لم تقاتل لا تقتل أيضا. وهناك ما يسمى أيضا بمفهوم الاستثناء على أنه مفهوم، قام القوم إلا زيدا أنا هو النسيد لنا، هذا نسميه مفهوم مخالف، وقيل إنه منطوق عليه أكثرهم أنه منطوق وليس مفهوم. كذلك هناك ما يسمى بمفهوم اللقب، وهو الإبل في كل خمس ضائنة، معناه أن البقرة والغنم خمس منها لا زكاة، لأنه قال الإبل مفهوم الإبل هو البقرة والغنم. اللقب معناه الاسم الجامع، وهذا اللقب أنكره الصيمري، عباد الصيمري انكر هذا وقال إن من قال به يكون كافر، واستدل على ذلك بقوله تعالى وما محمد إلا رسول، قال إذا قلنا أن محمد له مفهوم
معناه أن الرسل الآخرين نفي عنهم هذا، لكن أجابوه جوابا حسنا فقالوا إن مفهوم اللقب يعتبر فيما جهل حكمه، ما علم حكمه من الضرورة كالرسالات وأخبار الأنبياء ونحو ذلك فلا يعتبر فيه، إنما يعتبر في الزكاة والأحكام ونحو ذلك. كذلك مفهوم الظرف، وهو ظرف ما أن يكون زمانيا أو مكانيا. الظرف الزماني كالنهي عن قتال الكفار في الأشهر الحرم، مفهومه أن القتال هم في غير الأشهر الحرم لا حرج فيه. والمكاني فاقتلوهم حيث سقط، لا عندما لا تقتلوهم عند المسجد الحرام معناه أن غيرهم من المساجد الأخرى لا إشكال في قتالهم. وكذلك أيضا مفهوم العدل، وذلك تارة يخرج ما فوقه وتارة يخرج ما تحته وتارة يخرج ما معه، فجلدوهم 80 جلدة، هذا يخرج ما فوقه ما تحته لأنه ليس بلوغا للحد، ويخرج ما تحته لأنه ليس بلوغا، ويخرج ما فوقه لأنه ظلم، يعني بغي زيادة عليه. وتارة يخرج أحدهما كقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: من أسلم على أكثر من 4 فليختر 4 وليفارق باقيهن، ويخرج ما فوق 4 لكن ما تحت 4 لا يخرج. وتارة يخرج ما تحته ويكون ما فوقه لا إشكال فيه، كيف تطعام 10 مساكين، المهم طعام 9 مساكين لا ينبغي، لكن ما فوق 10 من باب التكرم إلى حرج. وكذلك أيضا مفهوم الحصر: ما محمد إلا رسول، إنما أنت نذير، أنا لست كما قال قريش. وكذلك مفهوم العلة: من جر ثوبه بطرا ورياء، يفهم منه أن من جره لبرد أو لمرض أو لعادة نحو ذلك لا يكون داخلا في هذا الوعي. مفهوم أكرم العالم لعلمه، ما لأنه إذا كان غير عالم أكرم الرجل لعلمه، فإذا كان غير عالم لا تكرم، مفهوم العلم. ومفهوم الغاية من ذا المخالفة: أتم الصيام إلى الليل، مفهومه أنه إذا جاء الليل لا صوم فيه. ومفهوم إذن هذه هي مفاهيم المخالفة. أما مفاهيم الموافقة فهي اثنان: نحو الخطاب ولحن الخطاب. نحو الخطاب هو أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، مثاله قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، معناه أن المفهوم هنا أولى بالحكم من المنطوق. الضرب أولى بالنهي والإثم من التأفيف، التأفيف اللي هو التضجر منهما، تثقل مثلا منهما. ولحن الخطاب أن يكون المفهوم والمنطوق مستويان: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كذلك الذين يحرقونهم أو يسرقون أموالهم ويتلفونها بأي وجه من وجوه الإتلاف فلا يساويه بالحكم. إذن هذه هي مفاهيم المخالفة والموافقة. نرى مذهب ابن غازي في قوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصن إغياء. نرى هذا بيت واحد: صف واشترط، وعلل ثنيا، وعد ظرفين وحصن إغياء. إذن هو هنا قال: أعتبر من فهم مفهوم الشرطي. إذا قال مثلا: إذا جاء بإن الشرطية، معناه أنه يعتبر مفهومه هنا. إذا جاءك بصفة أو صاف لا ليست أضدادها خارجة، لأنه لا يعتبر هذا، سينص لك على أضدادها ويخرجها، مفهوم. إذا فهو يعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. وأشير بصححة أو استحسن إلى أن شيخ الغر الذين قدمتهم قد صحح هذا أو استظهره، معناه إلى ترة يقول وصحح هذا وترة يقول واستحسن، هذه يشير بها إلى الشيخ غير الذين قدمهم، معناها غير هذه الأربعة التي قدم، غير اللخمي وغير ابن مسلم وغير ابن موسى وغير ابن وغير المازن. دائما يشير بالتصحيح حسب ما قالوا، أنه يشير بالتصحيح لابن الحازم وبالاستحسان لابن عبد السلام،
وتارة يشير بالتصحيح للباشي، أو التصحيح يكون للباشي وإن كان الباشي قاع يعني، لكن تتبعه فوجد التصحيحات كثيرا منها للباشي، لكن الصحيح هو أنه يقصد به ابن الحاجب وابن عبد السلام فقط، التصحيح لابن الحاجب والاستحسان لابن عبد السلام. وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف المذهبيين، معناه يشير بالتلاقى لتردد، معناه أنه تردد المتأخرون في نقل هذه المسألة عن مالك، ترددوا في النقل وقع لهم تردد في هذا النقل وعدم ثبوت له عندهم، يشير بتردد. وتارة يستعمل التردد لأن المسألة لم يجد فيها نصا، تردد المتأخرون في النقل معناها تارة نقلوا في هذه المسألة لشيء عن مالك نقلوا عنه نقيضة، مفهوم؟ هذه الفرع مثلا يقول فيه تردد، نجد أن هذا التردد نقل عن مالك كذا، ونقل عنه أيضا رواية أخرى، رواية ابن نافع، رواية ابن القاسم، رواية الشب، رواية كذا، أو لعدم نص، ولكن لعدم نص قليلة، بعضهم يقول إنها تحصر في أربع مسائل هي التي ذكر فيها تردد لفقد النص، لكن هذا انتقده بعضهم وقال إن تردد وقعت لفقد النص في أكثر من مسألة، أنها لا تنحصر في المسائل الأربعة التي سنشير لها إن شاء الله. وبلو إلى خلاف المذهبيين، الأغلب أن يشير بلو، هي لو يشير بها قد يباء الأصل أنه يشير بها إلى خلاف المذهبيين، معناه في داخل المذهب، وقد يذكرها مبالغة، قد يبالغ بها مثلا ولو أذن، ولو أذن هذه مبالغة، وقد يرد بها خلاف المذهب، وإن الأصل فيها أنها لخلاف خارج المذهب، إن يرد بها قول الشافعي أو حنيفة أو غيره، لكنه قد يستعملها أيضا لخلاف مذهبي، وقد يستعمل لو لخلاف خارج المذهب، معناه أن الغالب في لو أن تكون لخلاف ردا لقول في المذهب، والغالب في إن أن تكون ردا لقول خارج المذهب، وقد يبالغ بكل منهما، وقد يستعمل إن في داخل المذهب ويستعمله في خارج المذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.